الخيط اللي كنا ناطرينه ليفيه ويخبرنا باللي صار اليوم مات، والواضح انه الحادث مفتعل. ضروري اعرف منكم شو اللي صار بيوم الحادث بالضبط. وانتبهوا، لساتنا عم نحقق معكم والرتب عكتافكم، فاحترموا حالكم وخلونا نرجع ونراجع سوا تسلسل الاحداث بالضبط. عفوا سيدي، نحن عم نتعامل وكأنه مشاركين باللي صار او مقصرين بواجباتنا، مع العلم انه العناصر كانت على اهبة الاستعداد، ولما وصل الموكب مثل العاده تحول للتفتيش. ولو سعفنا الوقت دقيقتين بس كنا فتشنا السيارات وعرفنا انه في بيناتهم وحده مفخخه، وبنفس الوقت وصل موكب العميد طلال. على ما يبدو هن المؤتين طلعت المفخخه على وقت دخلته على البلد، ونحن ما عنا صلاحيات ناخر مرور ضابط رتبته اعلى من رتبه الضابط المناوب. ولو عملنا هيك واخرناه لحظه واحده بس كان العميد طلال رح يتصل بسيادتك، وكنت رح توجه لنا توبيخ شديد اللهجه على انه ممنوع ناخر مرور سياره بمهمه رسميه لحظه واحده تحت اي ظرف كان. فما بعرف شو كان مطلوب منا اكثر من اللي عملناه. سيدي بعد اذنك ممكن يطلعك تليفون؟ خذ راحتك. بس سيدي تليفوني خالص شحنه، ممكن استخدم تليفونك؟ شرف. مفتوح؟ مفتوح. شكرا. سلم لي على عصفور وقول له يبدل دواليب السيارة ويكب الدواليب القديمة فوراً وبسرعة، مو لازميني. مروان، أنا عم أقول لك بدي إياك توقف التحقيق بهذا الموضوع، لا تعاندني. ليش بهالسرعة سيدي؟ بجوز بس بالتحقيقات الأولية يبين معنا شيء كبير ومخبى. بتعرف شو يعني إنك تشكك بمقتل طالبتين وحرقهم بالمدينة الجامعية؟ شو راح يكون موقف الأهل يلي مأمنين يبعثوا أولادهم على هيك منشأة؟ هالمنشأة اللي الدولة دافعة دم قلبها وبقرة جحا لحتى العالم تطمن وتبعث أولادها تدرس وتتعلم. شو الجديد؟ كل يوم عم يصير بالبلد ألف حريق بسبب سخانات كهرباء. ويمكن الحريق ما يكون من وراء سخانات الكهرباء سيدي. يرضى عليك، بدي اياك تحصر التحقيق هلأ بمعرفة هويات الضحيتين حتى أهلهم يستلموا الجثمانين ويدفنون. ويمكن هدول الجثتين يكونوا انقتلوا وما منعرف غريمهم سيدي. ما بدي اسمع ولا كلمة خارج هذا السياق. أمرك سيدي. الله معك.